أهلا بكم مشاهدي الموريتانيا في كل مكان. أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم وبناء على اقتراح من الوزير الأول تم تعيين سادة وزير للعدل سيدي ولزين، وزير للشؤون الخارجية والتعاون أحمد ولتجدي، وزير للدفاع الوطني جلو أمادو باتشا، وزير للداخلية ولا مركزية محمد ولا أحمد سالم والمحمد رارة، وزير للشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولتا، وزير للمالية جام جمبار، وزير للشؤون الإسلامية أحمد ولهل داود، وزير للطاقة والنفط والمعادن محمد والخونة، وزير للوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا علي والمحمد خونة، وزير للصحة أحمد والحدمين والجلفون، وزيرا للصيد والاقتصاد البحري الناني والشروقة، وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة الناهم حمدي والمكناس، وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إسماعيل والصادق، وزيرا للزراعة إبراهيم والمبارك والمحمد المختار، وزيرة للبيطرة الدكتورة فاطمة حبيب، وزيرا للتجهيز والنقل يسلكو ولا حمد زيدبي، وزيرا للمياه والصرف الصحي احمد سالم ولا البشير، وزيرا للتهذيب الوطني با عثمان، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولسالم، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الاعلامي والاتصال محمد لمين ولا المعبي، وزيرة للثقافة والصناعة التقليدية فاطمة فال من تصوينة، وزيرة للشباب والرياضة سو أوليماتا، وزيرة للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة يزيد بيه المحمد محمود الدكتور يزيد بيه المحمد محمود، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لمينة من القطب والممة، وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة أمادي كامارا، وزيرة أمينة عامة للحكومة هاوا طنجة، وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين في الخارج هندو من تعينيلة. شكرا على المتابعة وللقاء في نشرة منتصف الليل.